اجتمعنا في هذه الدار الكريمة وتشاورنا حول شتى الأمور الداخلية التي تتعلق بطائفة الموحدين الدروز، التي تتعلق بالبلاد، شتى الأمور. وكانت جلسة مفيدة في التشاور، ولا بد من تكرار هذه الجلسات. وتطرقنا إلى الأوضاع في جبل العرب، وشخصيا وسماحة الشيخ يؤكد على أيضا هذا التوجه تأييد الحراك السلمي، تأييد الحراك السلمي في جبل العرب، وتفادي الدخول في أي صراعات داخلية أو غير داخلية. هذا هو كل ما جرى اليوم.